سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحياة في لدينا في الحياة عدة مشاريع، منها مشاريع دينية واجتماعية، والآن لدينا دورة حياة المشروع المنبثق من إدارة المشاريع، يعدها مجموعة الرواد. السلام عليكم. راح نتكلم بعد ما خلص الفرع، راح نتكلم عن المفاهيم اللي راح نشرحها في هذه الوحده ان شاء الله. احنا راح نتكلم عن معرفه اسس اداره المشاريع، ونتكلم كذلك على شرح عمل المجموعات، عمليه المشاريع اللي تتكون من البدء والتخطيط والتنفيذ والمراقبه والتحكم والاغلاق. السلام عليكم. السلام عليكم. اداره المشاريع عندنا خمسة عمليات لأي مشروع في الحياة. فسواء المشروع، عندنا المفهوم الخاطئ إنه إدارة المشاريع هي لفئة معينة من الناس، مهندسين، فنيين، هذا كلام مو صحيح. أي إنسان فينا يقدر يستخدم إدارة المشاريع في حياته اليومية. فهي عملية إدارة المشاريع عمليات، ما هي مراحل. هي تتكون من خمس عمليات: البدء والتخطيط والتنفيذ والمراقبة والتحكم والإغلاق. طيب اعطينا مثال، ناخذ مثال من الاشراف التربوي، لانه هذا يعني المشروع اللي بتكلم عليه جميعنا مرينا فيه. اول شيء المرحله الابتدائيه، وعندي المرحله المتوسطه، وعندي المرحله الثانويه. انا كطالب ما استطيع اني اكون في المرحله الابتدائيه وانتقل للمرحله الثانويه، لازم امر فيها كمراحل. عمليات اداره المشاريع ما هي مراحل، هي عمليات. فبالتالي انا اكون في عمليه البدء، ممكن انتقل الى عمليه التخطيط، ممكن ارجع لعمليه البدء، عندي مشكله في البدايه ممكن امشي في التسلسل: عمليه البدء، التخطيط، التنفيذ. طب انا عندي مشكله في التخطيط، في التخطيط، فهضطر اني ايش ارجع لعمليه التخطيط. فهي ما هي مراحل، هي عمليات. فتمثل حياه دوره المشروع اي مشروع، ما هو شرط بناء عماره، ما هو شرط مثلا بناء برج، زي ما وريتكم هنا نقدر نستخدمها في حياتنا اليومية. الحصة على سبيل المثال، الحصة تبدأ عندي كبداية وعندي لها نهاية. أي مشروع لا يجب أن يكون له بداية وله نهاية، ويخرج لي منتج يونيك اللي هو مميز. الحصة 45 دقيقة هذه مشروع بحد ذاتها، لها بداية ولها نهاية ولها مخرج. في الإشراف يقول لك اللي هو أنا المعلم، أنت تعتبر هنا الآن دورك دور مدير المشروع، تدير المشروع، تدير السورس اللي عندك، تدير الأشياء، الموارد اللي عندك من طلاب، من موارد بشرية، تعتبر تحط مثلاً البروجيكتر، تستخدم الأقلام وما إلى ذلك. فهذه هي إدارة المشاريع. يعني نبغى نوصل الصورة إنه الجميع يستخدم إدارة المشاريع في حياته العملية والعلمية. ننتقل هنا إلى دورة حياة المشروع. هنا دورة حياة المشروع خمسة مراحل هي أساسية: في البدء، في بداية المشروع. أما التخطيط، نخطط قبل ما نبدأ مشروعنا أو نفكر فيه، نخطط تخطيط جميل مرسوم رسم واضح، يعني كذلك نستشير فيه المدة. في التنفيذ ننفذ ما خططنا، ما نخرج عن ما خططنا له. كذلك في المراقبة والتحكم، نراقب ما هو مخطط وما هو تم تنفيذه، هل اختلف شيء؟ لا بد أن يكون التنفيذ مطابق لما خطط له، والمراقبة تراقب مراقبة والتحكم فيما تم تنفيذه. كذلك في نهاية المرحلة نغلق مشروعنا، وإن كان في مشروع ثاني بإمكاننا البدء مرة أخرى في أي مشروع آخر. هذه دورة هذا المشروع. طيب بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا نشرح الآن عملية الطريقة والتمرين اللي ستقوم فيها المجموعة الآن، عبارة عن تمرين، هو ورشة عمل. الزمن حيكون 35 دقيقة، حيكون الأسلوب مجموعات، أو حيكون المكان قاعة التدريب. الإجراءات كل مجموعة تقوم بتحديد مشروع مصغر، فكرة وعمل مشروع مصغر، ولازم ولا بد أن تقوم المجموعة
بالمرور وتحديد عمليات عمليات إدارة المشروع ومعرفة النسب كذلك. النموذج هذا النموذج الخمس عمليات لنجاح أي مشروع، متطلبات لابد يكون عندنا صبورة ورقية وأقلام وأوراق A3 وA0، كذلك المخرجات. المخرجات نبغى في نهاية البرنامج أن يتقن المشاركين العمليات الخمس اللازمة لإدارة المشروع. وفي نهاية هذه الوحدة نسأل الآن المشاركين ماذا تعلمنا وماذا أدركنا الآن من العمليات الخمسة أو إدارة أي مشروع. تفضل. المشروع يمر بمراحل. نعم حسنا. ليست مراحل تسلسلية، يعني واحد بعد الثاني الثالث، لا، ممكن نروح نرجع. عمليات ما هي مراحل. أغلب حياتنا عبارة عن مشاريع. كل مشروع عبارة عن عمليات مرتبطة ببعضها البعض. أحسنت. تفضل. المشروع البداية والنهاية. نعم أحسنت. المشاريع ينفذوها المهندسين فقط. استكمال لما قلته أخوي المهندس سمير، هذه العمليات لأي مشروع مو فقط بس فقط للمشاريع الهندسية، بل هي لأي فكرة أو أي هدف في حياتك أنت حاب أنك توصل له. فإذا بغيتها بالطريقة العلمية والصحيحة لنجاح أي مشروع لابد أن تمر وتقوم بجميع عملياتها. شاكر ومقدر لكم جميعا حسن استماعكم.